الإخوة الأخوات السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه حلقة جديدة في نجوم الغد، هي محاولة للبحث عن أصوات ستنافس في الدفعة 18 زي ما قلنا في المرات الفاتت. بداية رحبوا معي بالإخوة الأساتذة، الأستاذ محمد سليمان، دكتور الدرديري، الفرقة الموسيقية حزيفة، لما، طاهر، حبيب الله، تجاني، جاويش، مليجي. زي ما قلنا هي محاولة لأن يحصل تصويت داخل الاستديو من اللجنة والكورال والفرقة الموسيقية وكنترول البرنامج، كلهم حيصوتوا للمتنافسين في هذه الأمسية لأن ينضموا للمجموعة 18 اللي حتتنافس في المرحلة القادمة إن شاء الله. دي الحلقة الثالثة، اشترك فيها 10 برضو، هنشوف مين المتميزين في هذه الحلقة لأن ينضموا للذين تميزوا في الحلقات الفائتة. بداية عثمان كمال، مرحبا بك. بسم الله الرحمن الرحيم. اللي اسمه عثمان كمال حجازي، من مواليد أم درمان. المراحل التعليمية قريت الابتدائي بمدرسة الهجرة الأساسية بنين، قريت الثانوي بمدرسة الثورة الحارة السادة الثانوية بنين، قريت الجامعة بجامعة، درست بجامعة الرباط الوطني كلية دراسات الحاسوب تقنية معلومات. اخترت شنو؟ اخترت من علمك تهوى الجمال، كلمات الأستاذ الرائع عمر البنا، الحانو، أداء عبد الرحمن الريح. أداء عبد الرحمن الريح؟ أداء عبد الرحمن الريح. الشاعر عبد الرحمن الريح غنى اللون هذه؟ ولا لحنة؟ لحنة، ألحان عبد الرحمن الريح. طيب كده غير الأغنية دي، ممكن عشان نختبر صوتك والأساتذة قاعدين هنا والجمهور ده كله بيسمعك. طيب ممكن أغني كوبلي من الأغنية بتاعت الأستاذ الكبير الراحل المغيب الأستاذ محمد وردي، له أغنية أقابلك. نعم تفضل. أقابلك 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 في زمن ماشي وزمن جاي وزمن لسه، وزمن جاي وزمن لسه. نسمع اختيارك وبعدين نرجع مرة ثانية. جمال يا قلبي واستلمك، علمك ظلمك ظلمك، علمك الجمال يا قلبي واستلمك، علمك تهوى وتحيب وتكون لي أقرب جار محيب، علمك سلامك مين علمك تهوى وتحيب وتكون لي أقرب جار محيب، علمك سلامك سلامك أجد الصواب عنك تجيب، الصواب عنك تجيب يا أخي الصواب عنك تجيب، الصواب عنك لم يكن صدرك
رهيب يا قلبي يا حسين كن سفير العلمك ظلمك ظلمك العلمك تحي جمال يا قلبي بكل ما رغب في الغتجي خليك في حيران احتجي بكل ما رغب في الغتجي أجيب الصواب علاك تجي الصواب علاك تجي يا أخي الصواب علاك تجي صدرك رهيب يا قلبي يا حسن كن سفير علمك ظلمك ظلمك علمك أحلى الجمال يا قلبي علمك تهوى الجمال يا قلبي واستلمك علمك ظلمك ظلمك علمك تهوى الجمال يا قلبي واستلمك علمك ظلمك ظلمك مين علمك تهوى الجمال علمك تهوى الجمال يا قلبي واستلمك العلمك ظلمك ظلمك شكرا يا عثمان. المتنافس القادم أسعد الأمين. أسعد الأمين، نعرف الدراسة؟ تخرجت من جامعة بخت الرضا كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية قسم الحاسوب. دارت أقول لك كلمة ثانية وقفت مالك في شنو؟ دارت أقول شنو؟ طيب اخترت شنو؟ ما داودت أخاف من قبلك للأستاذ الهادي حامي ودي الجبل. أنت من وين يا منطقة كده يا أول حاجة؟ من الدوام. من الدوام؟ بالتحديد قرية الصوفي. آه؟ قرية الصوفي. الصوفي معروفة. دي شنو ما جاي من وين الاسم ده؟ والله على ما أعتقد كان في شيخ صوفي. أيوة. مدفون هناك. أنا افتكرتها بيعملوا فنايل بتاعت الصوف هنا. طيب غير الأغنية اللي اخترتها دي كان ممكن تدندن بأغنية تانية بدون مزيكا تختار شنو؟ هانت الأيام عليك ولا هنت عليك أنا وين حنانك يا حنين وين عيوننا من الهنا وين حنانك يا حنين وين عيوننا من الهنا عدت راحت كم سنة. إذن كده نسمع اختيارك وبعدين نرجع لك. بالخوف عمقه ما يجي
الدارة كل الناس حكمها ظروف وآخري معاك ما معروف اتكلمت ولا لمحت ولا بينت الريد مصيرا والحنية اللي كنت بديتها هسه بقيت بشوفها كتيرة خليتني اشوف بيرتي وقت تكون مشغول بغيرها انا من قبلك ما تحيرت وجيت لما الصبر بدر من صبري لما نسيت الدنيا وحاتك من أعمارنا سنينك تجري تلومت معاك لعلومتك كنت براك بتحس بغدري قلت عليك بكرة بتتغير ويقف ريدك فرحة عمري أنا وفاركت في يوم ذكراك وين ذكرى يعيش معاك ما معروف أخري معاك ما اللوحات غصبا عني قبل عنادي تجلي دربا سرت معاك بقلبي من بلاك ما بتبقى جاية انا مجبور استنى رضاك انت ريتك ترضى عليا فارقت في يوم ذكراك وين ذكرى يعني
جواخري معاك ما معروف توتر جدا والله توتر شديد. طيب عشان نشيل منك التوتر ده استاذ محمد سلام انك ده اسمح لك كلام. يعني التوتر فعلا ظهر على ابننا اسعد في بدايته للاغنيه، و يعني صوت جاي من الدوام معناته مطرق بملح الجبنه والفسيخ، المفروض يكون منطلق. يعني انت بديت البدايه خلتنا احنا نشكك ان الزول ده ما حيمشي لقدام، لكن بعد ما خشيت في الاغنيه الواحد احس انك انت راجل ممتاز. يعني دائما يا اخواننا خدتوا في بالكم النقطه بتاعت الانطلاق، كل ما كانت حيه كل ما كانت مؤثره، وكل ما كانت فيها مواد للاسف الشديد انه رغم الاجاده ممكن تكون في النص، لكن هذه الانطلاقه اللي فيها مواد قد تؤثر. انت بديت بدايه يمكن في الاول خلتني اقول لابننا ده صوته ما حيمشي لقدام، لكن عجبني جدا انك انت ثبتت وابتديت تغني بعد ذاك بكل الاحساس المطلوب للاغنيه دي. وانا منك انت بحيي فنان الهادي والهادي جبل، ده رجل موهوب ورجل ملحن من الدرجه الاولى، وهذه الاغنيه بالذات تقف شاهد على ما اقول. يعني اديك العافيه. المتنافسه القادمه مريم التجاني. مريم التجاني نعرفك من وين انت؟ انا من غرب السودان، محلية الفولة. شنو؟ محلية الفولة. الفولة؟ فولة واحدة؟ وين الفولة دي؟ في الغرب. انا من بابنوسة. بابنوسة. طيب الدراسة؟ الدراسة المرحلة الأساسية مدرسة ذات نطاقين الأساسية بنات، والتحقتها بالحميراء بنات، وحاليا بدرس في مدرسة بابكر عثمان الثانوية بنات. وين في هذا الحتة؟ في الكلاكل الدخينات. الكلاكل الدخينات هنا يعني؟ في الخرطوم هنا. ما في هنا ما في فولة برضه؟ لا لا هنا ما. طيب اخترتي شنو؟ اخترت الأماني العزبة للفنان الغدير الراحل المقيم خليل إسماعيل. خليل إسماعيل. تعرف الكلمات حقت منه؟ الكلمات حقت محمد علي أبو قطاطي. الأستاذ الكبير. الأستاذ الكبير. نحن بنحييه. نحييه. طيب غير الاغنيه دي لو قلنا لك اختار اغنيه ثانيه دندني باب بدون مزيكا كان حتختار شنو؟ قلنا راح مع الايام وعدى مني الليل راح، اصل يا العصفور ده حالك يوم ما سويت لك جناح، يعني كان صار احتوالك ان احنا ما بيننا الصراح، كان ضميرنا ارتاح وحاتك وبقلومنا عليك سماح. قلنا راح. طيب قلت اختيارك شنو؟ الأماني العزبة. الأماني العزبة. يلا خذ نفس هنسمعك.
مريم. أهلا. تمام؟ الحمد لله. شايف الجماعة بقول لك مريم الشجاعة. أي قاعد يقول دي شنو عربية دي ولا شنو؟ لا لا. لا لا كيف؟ أي زر هنا في في مدرمان دي بيعرف مريم الشجاعة يا تو عربية. بتمشي في الشارع ساعي. خلاص في النهاية شجاعة يعني يكفي. كويس. أستاذ محمد سلمان ده عنده كلام داير يقول لك. تفضل. مريم ازيك؟ الحمد لله تمام. أنت قلتي من رجل من رجل الفولة. مش كده؟ صح. انت حمريه ولا مسيريه ولا لا؟ مسيريه. مسيريه مش كده؟ طيب انا داير امتحنك، انت قلت قريتي في مدرسه ذات النطاقين. من هي ذات النطاقين؟ هي اسماء بنت ابي بكر الصديق. طيب. رضي الله عنه. وقلتي قريتي في الحميره، من هي الحميره؟ انا اخوك انت. ها؟ من هي الحميره؟ حميره. دي مدرسته. قولي دي مدرستنا. قولي دي مدرستنا. سموها الحميرة على منو؟ الله الله اعلم. ها؟ من قال لا اعرف فقد افتى. فقد افتى اي. ما هو سيدنا عمر بن الخطاب في الساعة الواحد قال له الله اعلم، قال له انا عارف الله اعلم، انت علمك شنو؟ هي السيدة عائشة. حميرة عليه السلام. نعم؟ رضي الله عنها. رضي الله عنها. استاذ الدكتور والله يا اخي انا يعني اتفق مع محمد زين تماما. النص استاذ حافظ كل شيء، بضيف عليه حاجه واحده بس، يعني ليه احنا معلوماتنا قاصره في امور كثيره، واحنا ناس تروح لنا ندرس في التعليم العالي، يعني ما يهم زول يعرف تفاصيل في الامور زي دي. صح، سؤال جاد يعني، والحلقه هي ليست في ذلك المستوى، لكن الكلام ده كل الناس حتى احنا ذاتنا يعني المعرفة دي ما واسعة جدا وضرورية، وحقه كلمة زي الحميرات لفت النظر. وبعدين ذات النطاقين أغلب الناس بيعرفوا لأنه مرت في السيرة. صح؟ صح. وحقه لأنه إحنا قاعدين نتعامل مع فن من الفنون بتحتاج تركيز، ده ما له علاقة بالتنافس طبعا، لكن جزء من مكونات الزول بيتعامل مع الإبداع إنه دائما بيبحث عن معرفة. شكرا جزيلا للأساتذة. شكرا مريم. ومن خلال الكلام اللي قال دي، من خلال هذا البرنامج احنا برضو بننبه، لانه يا اخي البرنامج ده اصلا الفكره فيه الاساسيه مش الغنى، الغنى ده وسيله من الوسائل. صح. بس في كواليس البرنامج في كلام كثير جدا قاعد يتقال للشباب ديل، اللي هي الثقافه العامه دي لابد منها، احنا قاعدين نسالهم اسئله كثيره وبننبههم لمسائل كثيره جدا، في انه المساله ما صوت جميل بيغني بس ويردد غنى غيره، لا، لازم يكون عندك تفكير، عندك يعني زول صاحب افق، بتشوف المستقبل، بتقرا المستقبل وبتتخيل، اذا ما بتتخيل وما عندك خيال واسع ما حتكون فنان. صحيح. ونحن قاعدين نردد طوالي في انه يا اخي نحن من خلال هذا البرنامج
ما دايرين غنائين، احنا دايرين فنانين. الفنان غير الغناية، الغناية ده ممكن صاحب صوت جميل فقط، ولكن الفنان هو اللي بيقرأ المستقبل وبيشوف أكثر من الناس ويتجاوز الناس. فلذلك بيسموا الفنانين دائما هم المتجاوزين لما يدرك الناس العاديين. نتمنى ان الشباب كلهم يدركوا هذه المسألة، وان شاء الله من خلال الحلقات الجاية هتعرفوا كلام كثير جدا عما يدور في كواليس هذا البرنامج. شكرا مريم. أما المتنافس القادم فمحمد المجتبى. محمد المجتبى من أي منطقة في السودان؟ أنا من ولاية الجزيرة، محلية جنوب الجزيرة، قرية ود شمعة. ود شمعة؟ ود شمعة. هي شمعة واحدة؟ إنه ود شمعتين أصلا، لكن حصل انفصال كده. كانوا في شمعتين؟ أي كانوا اثنين. مولعات ليه حسن ولا انطفن؟ لا لا والله مولعات يا أخي، إن شاء الله يفضل مولعات دوما إن شاء الله. طيب اختيارك شنو؟ اختياري أغنية طرير الشباب للفنان الراحل المغيم سيد خليفة. طيب الكلمات؟ كلمات الشاعر الراحل المغيم التجاني يوسف بشير، والحان سيد خليفة ربنا يرحمه إن شاء الله. طيب إذا قال لك اختيار غير كده كم ممكن تختار شنو؟ كنت أختار أغنية الوصية للأستاذ الراحل محمد وردي. محمد وردي. طيب قبل ما نسمع منها جزء، الدراسة شنو؟ أنا بدرس حاليا في كلية التجارة جامعة النيلين، بدرس المحاسبة. محاسبة؟ أيوة. أعمل حسابك إن شاء الله. يلا كده نسمع مقطع من الأستاذ الراحل محمد وردي. حلفتك يا قلبي، حلفتك بربي خليه الغرام، حلفتك يا قلبي، حلفتك بربي خليه الغرام، اتنكر لحبك، اتنكر لحبك وريه الخصام، اتنكر لحبك، ليه حبك وريه الخصام، ليه تتهان يا غالي، ليه وزو الحرام، اوعى يا قلبي تنسى، اوعى يا قلبي تنسى، اوعى يا قلبي. عارف الاغنيه دي كانت منو؟ الاغنيه دي كلمات إدريس محمد جمع. إسماعيل حسن ولا إدريس محمد جمع؟ إسماعيل حسن. الحان براعي محمد ضهان. الأطفال لما يقولوا لهم أمك ولا أبوك يقول أبوك، أبوك ولا أمك يقول أمك. أنت يا تو إدريس جمع ولا إسماعيل حسن؟ إسماعيل حسن على الأرجح، أنا ما متأكد من المعلومة بس. طيب قلت الاختيار بتاعك شنو؟ أغنية طرير الشباب. طرير الشباب، نسمع مع بعض. الشباب غني لنا غني، يا حلو يا مصطفى من شودة الجن، واعصر لي الأعناق واملأ بها دني من عبقري الرباب، من عبقري الرباب أو حرم الفن، الفني الفني. Thank you.
بالربا والوها وسط رقص البينا زحف الربا والوها وسط رقص البينا يسكب على كلنا ما يسحر الغينا وفجر الأعوان وفجر الأعوان رجعا وترديدا حتى ترى في البلاد من فرحة العيد حتى ترى في البلاد حتى ترى في البلاد من فرحة العيد ويا طير الشباب غني لنا غني يا مصطفى جودك الجني واعصر لي العنا واملا بها تلمي من عبقري الربا من عبقري الربا او حرم الفني 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 على دريا واطمس على معبد امسح على دريا واطمس على معبد وامشي على الأحقاب وطوف على المربد وامشي على الأحقاب وطوف على المربد واغشاك نار الغاب نار الغاب في هدأة المربد واغشاك نار الغاب في هدأة المربد وحدث الأعراب عن روعة المشهد وحدث الأعراب وحدث الأعراب روعة المشهد يا قرير الشباب غني لنا غني يا خلو يا مصطفى جودك الجني واعصر لي العنا واملا بها تني يا الربا الفني الفني وارسم على حسي جمالك الهياب في روعة الجرسي واسددني بابا باب واقعد على نفسي حتى يجف الشراب حتى يجف الشراب من حبة الكأس واعصر لي العنا واملأ بها
اتكلم معاك الاستاذ محمد سليمان في حتتين كده بيستوقف الزول. قلت من روعة شنو ولا في روعة شنو؟ في روعة الجرسي. شنو؟ الجرسي. الجرسي انت قلت الجرسي صح؟ الجرسي. بعدين راجع اشوف. لانه الجرسي الجرسي دي من الجرسة. الجرسي دي. طيب في حتة ثانية برضو حتى ترى في البلاد من فرحة العيدة. من فرحة العيدة؟ العيدة. من فرحة العيدة؟ هاي العيد. من فرحة عيدة. عيدة. من فرحة عيدة. لكن من فرحة العيدة كيف؟ من شكل الفرحة بتاعت العيد. لا ما الكلام هنا كله في التركيبة بتاعت الكلام. ايوه. انت تعرف زي لما يكون بيسمع مرات في حاجات كده ما بينتبه لها من مصدر الاستماع. ايوه. بيكون دائما الحاجة كده زول سامعها كده فبياخدها. فكده شوف شوف الموزونه يا تبراك كده بينك وبين نفسك اوزن الكلام شوف يا تون موزون ان شاء الله. من فرحه العيده ولا من فرحه عيده؟ من فرحه عيده. من فرحه بسبب طيب الفرحه سلام. يرى عيد يعني هو جرس وجرس كلاهما صحيح. جرس وجرس كلاهما صحيح. قم يا طرير الشباب. شنو يعني طرير الشباب؟ طرير الشباب ده تقريبا عنفوان فترة الشباب يعني. هو عنفوان الشباب ميعة الصبا في العنفوان. أيوة. مش كده؟ أوج الشباب. ها؟ طر شاربه يعني شنو؟ طر شاربه. طر شاربه جاي من الحتة ديت يقول لك هذا الفتى قد طر شاربه يعني يا دوبك شنبه نبت يعني يا دوبك. ها؟ نبت يا دوبك. نبت يا دوبك. أيوة. ده يقولوا طر شاربه. فطرير الشباب هو ذاك الفتى الذي اليانع. الذي يانع ولا الذي يانع؟ ها؟ الذي ينع ينع محياه يعني. نعم. في الأغنية ورد اسمان زرياب ومعبد. ومعبد وهما من موسيقي العرب. نعم موسيقي العرب. من موسيقي ولا من مغني ولا مغني. ولا اللي بعرفه انه ذرياب ده هو اللي اضاف الوتر الخامس للعود. هو اضاف الوتر الخامس للعود. نعم. وذرياب معناته شنو؟ ذرياب اه تقريبا الطائر المقرب. هو الطائر الاسود الجميل. نعم. فكويس معلوماته كويسه يعني عن ذرياب. هو الطائر الاسود الجميل اسمه ذرياب ومعبد طبعا كلاهما من اساطين الغناء في العالم العربي. نعم. وذرياب وهو يبدو انه كان في لونك او في لوني انا استطاع انه يدخل على الموسيقى الكثير واستفادت منه الموسيقى العربية. شكرا جزيلا. انا بفتكر اخلي الباقي للدكتور دردير. والله انا عندي كلام محدد يعني هذه الاغنية تحديدا يعني حفلت بمعاني ورموز كثيرة جدا. نعم. والناظر للاغنية من 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 بعد موسيقي بيلاقي مشقة كبيرة جدا في حفظ الأغنية بالطريقة الصحيحة بدليل أنه الآن الحوار مع اللجنة أو مع الحكماء هنا في نصوص يعني مفردات لذلك وده يجي يعني قياس في كل أغنيات يمكن هذه الأغنية بالتحديد كانت من الأغنيات التي زي ما قلت حفلت بكثير من الرموز والإشارات وحتى المفردات الغريبة يعني ما بيعرفها يزول. هذا يؤكد ثقافة التيانس البشير العميقة جدا. لكن أنتوا كشباب والكلام ده قلنا قبل شويه وقالوا بغير قبل شويه انه المعرفه دي يا اخوانا هي ما عندها حدود واحد واحيانا كثير جدا في كثير من الاغنيات
ترد كثير من المعارف أو إشارة إلى معارف، يعني يجب أن لا نمر فيها مرور كرام. وأنتوا لازم تعرفوا كثير جدا، والحياة عميقة. يعني أنت الآن تلبس لبسة جميلة جدا، يجب أن تخفي وراءها كم هائل جدا من الجمال والمعرفة أيضا. إن شاء الله. وده مفروض يكون ده شباب كلهم المعرفة يا أخوان، المعرفة ده حاجة مهمة جدا. إن شاء الله ربنا يقدرنا ونعمل كده إن شاء الله. شكرا محمد المجتبى. يعني افتكر انك انت استطعت ان تجتاز حاجه مهمه جدا اللي هي المعلومات العامه، اي سؤال كان عندك له اجابه، ودي حاجه نحن بننبه بها القادمين عشان ينتبهوا للمسائل دي. شكرا لك. شكرا جزيلا. المتنافس القادم محمد فيصل. محمد فيصل، نعرف الدراسة. الاسم محمد فيصل محمد إبراهيم، من مواليد مدينة المدني، حي ديرة الفيل، أسكن حاليا جنب الأسد. الدراسة الأساس في مدرسة المكي، الأساس بنين، الثانوي مدينة الشرقية، امتحنت الشهادة السودانية في جنب الأسد. امتحنت الشهادة السودانية؟ لسه ما خشيت جامعة؟ لسه. لسه. قلت لي دردق ولا الجزيرة؟ تولدت في الجزيرة وسكنت المكي وهسي في قنب. قنب دي برا خالص هنا؟ اي قنب الاسد. قنب الاسد مش؟ اي. الاسم ده جاي من وين؟ تعرفه؟ كانوا بقنب الاسد ولا شنو قاعدين؟ لا والله. ما عندي فكرة. في قنب ثاني غير قنب الاسد؟ في قنب الاسد وقنب حاج علي، في قنب الحلاوين. ديل وين؟ ديل عجية الخرطوم مدني. جنب الحصحيصة؟ اي. يعني شارع الخرطوم مدني. اها. طيب اخترت ايش؟ اخترت انا وحبيبي الاستاذ الكبير العملاق محمد الامين. كلمات فضل الله محمد، الاستاذ الكبير العملاق فضل الله محمد، الصحفي المشهور والحان ود الامين، الاستاذ محمد الامين. طيب اذا قالوا لك حاجه غير الاغنيه دي توري فيها امكانياتك بتاعت صوتك وابعاده، كان ممكن تختار شنو؟ كنت ممكن اختار انت من وين يا بنيه، دي بتوري ابعاد بتاع الصوت. دي اغنيه بعرفها ناس مدني، انت من وين يا بنيه؟ فتح السجاد مش؟ نعم. وجمال عبد الرحيم. جمال عبد الرحيم. ثلاثي الجزيره. غيره. غير حنين السكره. الاستاذ محمد وردي. نسمع كده نموذج بدون موسيقى. الحنينة السكرة، الحنينة السكرة، حلوة والله ومقدرة، سمحة والله ومقدرة، وجينا ليها نذكرها، جينا ليها نذكرها، السهرة لازم تحضرها، لشباب تنورها. تاني قلت كده يقول لهم بتاعت مدني. انت من وين يا بنيو، ناوي على وين السفر؟ انت من وين قولي لي، ناوي على وين السفر؟ وقلت لي مدني الجميلة، مدني اجمل خبر، فيها قضيت الطفولة، فيها قضيت الطفولة، فيها شاب عمري وكبر. بتتمرن انت ولا شنو؟ لا لا. ها؟ جاي بتتحرك كده زي بتسخن ولا شنو؟ يعني البرودة كانت كثيرة. خلاص يلا بجواك كده سخن. ها؟ وكده نسمع دي من أولى الأغنيات بتاعت محمد الأمين كان معروف. نسمعه بعدين نرجع.
حبيبي 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 حبيبي. قلبين ضماهم غرام، اتنين دنياهم سلام. قلبين ضماهم غرام، اتنين دنياهم سلام. وحال يحصل خصام بيني وبين حبيبي 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 حبيبي. قولوا قالوا مهما تقولوا قالوا، قولوا قولوا قالوا مهما تقولوا قالوا. ما رايحين تنالوا مني ومن حبيبي 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 حبيبي. عايزين تقولوا ما قادرين تقولوا، يا عايزين تقولوا ما قادرين تقولوا. ايه عايزين تقولوا في في حبيبي 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 حبيبي. عهدي فيه وعهد فيه، ريدي ليه وريد لي. أوصي فيه ويوصي فيه، نصبر كمان نصبر شوي. نشيل أملنا نقال لأهلنا، يقولوا أهلا خلاص بالله. يتم نانا يفرح نعيش برانا، نعيش في جنة. اه برانا نعيش في جنة. يتم منانا يفرح املنا، نعيش برانا نعيش في جنة. اه برانا نعيش في جنة. ولا يقولوا قالوا لا يقولوا قلنا. غرام قصدين خصام، يا حزين غرام قصدين خصام. شوفوا غيري وغير حبيبي 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 حبيبي. محمد فيصل. نعم كده تمام الحمد لله. النت انت مرتاح؟ مية 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 مية. نعم استاذ محمد سلامات. يعني انا الحقيقة داير يعني انا عندي الاحساس انك انت يعني متأثر جدا بالفنان الكبير محمد الامين يعني، وهذا جميل يعني تحزو حزو وحزو القزة بالقزة يعني كويس. لكن برضه ترجم القزة القزة هي ريش الصقر، ريشة في الصقر أو النسر يعني معرفة يا أخوان. معرفة يعني زيه في جوانب كثيرة يعني.
لكن يعني عجبني انه في الجزء الاخير من الاغنيه كنت انت، وده المطلوب يعني انه الزول ما يتقمص الشخص اللي هو متاثر به تماما، هو صحيح ياخذ منه الكثير على اساس يبرز من خلال هذا الذي اخذه شخصيته هو ذاته. فعشان كده انا ساعه كنت ذلك تغني غير مدني اللي قلتها دي، لانه فيها طابع برضه بتاع هذا الامين والاغنيه بتاعت، كنت عايز تغني لاي فنان تاني. هاد قول لي ابو عرك كده غني اي اغنيه كوبليه صغير يعني. وحد عمرا قضيت معاك محال عريدك ارتدى، والراجل عين تلاقي العين واحضن ايدك البضى، تهي الايام وتتعدى ونرجع تاني لابد، تهي الايام وتتعدى ونرجع تاني تاني لابد. اي ايام جميل يعني، انا حقيقه اتبسطت انا لانه ابرزت القرار بتاعك، الصوت المليان بتاعك وفي نفس الوقت الصوت الحاد بتاعك كان، انا مني مجازي يا زول على الهوا كده. شكرا جزيلا استاذ. شكرا جزيلا. قلت شنو؟ واحد ايدك البضه، البضه ولا البطه؟ البض البضه. اه هاي عشان ما البضه شويش لنا البضه. شكرا جزيلا. المشاركة القادمة من رميساء محمد، مرحبا بك. نعرف من وين؟ أنا رميساء حمد. حمد ولا محمد؟ حمد. حمد. أيوة. أنا رميساء حمد أحمد من ولاية نهر النيل قرية العلياب. العلياب. أيوة. الدراسة؟ المراحل الدراسية مدرسة عمر بن الخطاب الأساسية المختلطة، الثانوي مدرسة العلياب الثانوية المشتركة. حدك ثانوي بس. طيب اخترت شنو؟ حبايبي الحلوين، كلمات والحان الأستاذ الشاعر محمود فلاح، وغناء الأستاذ الكبير الفنان المبدع عبد الوهاب الصادق. بعد الدروس كان ذاكرا للحفلة فجأة ذكرا.
له الحظ لو عسكر وانا ما قايل الوين زيدان أهل الجوني وأنا واقايل حبايبي الحلوين أهل الجوني وأنا واقايل حلوين زي ديل بيزوروني قبل ما نسمع الأستاذ محمد سليمان نبه كل الشباب إن البرنامج فاتح أبوابه ونوافذه لكل الإبداعات الغناء الإنشاد التقديم التلفزيوني العزف على الآلات المختلفة الآلات الوترية وآلات النفخ وآلات الإيقاع أورغان لا أستاذ محمد سليمان والله يعني بيت أنا يعني أحد الناس طلبتني يعني تقريت الأولية وينك؟ مدرسة عمر الخطابة الأساسية والوسطى؟ ما في وسطى لا ما في وسطى بقيت الأولية بس؟ الأولية مدرسة ثانوي طوال أيوه ثانوي طوال نحن دقة قديمة يا بنتي الثانوي وين؟ مدرسة العلياء الثانوية المشتركة مشتركة شكرا لك يا رئيسة يعني شكرا تسلم إن شاء الله حلو شكرا شكرا جزيلا المتنافسة القادمة هاجر محمود بشوف إذا وقع لذيذ ما بشوف هاجر نعرف الدراسة امتحنت شهادة سودانية وقدمت للجامعة شهادة سودانية وشنو؟ قدمت للجامعة يا دام قدمت للجامعة طيب من وين من منطقة انت؟ انا من جنوب كردفان بالتحليل كده من الدلنج دلنج؟ ايوه الدلنج ذاتها ولا؟ الدلنج نوبة نيمن لا الدلنج ذاتها النتل ولا؟ نيمن ما نيمن ما عنده مناطق كثيرة احنا من منطقة كلارة من سلارة كلارة كلارة ايوه وفي سلارة ايوه وفي النتل وفي تندية وفي تندية في حجر سلطان وحجر سلطان وكمان انا حتى يعني احنا نمرق منها ولا شنو؟ كله يمن ايوه طيب اخترتي شنو انت؟ اخترت اسمر للاستاذ الراحل المغيم ابراهيم الكاشف ولحن الأستاذ عبيد عبد الرحمن
طيب إذا قال لك حاجة غير الأغنية دي كان ممكن تختار شنو؟ قابلني يا قادر هجرك أضر وطال استمر قابلني يا قادر هجرك أضر وطال استمر بين زهور الروضة أميل مبيضة لونها وعديل هناك كنت أقول وأمل المعمول هناك كنت أقول وأمل المعمول هل من المعقول يزورني. قلت يا أأمل المعمول كيف؟ المعمول ولا المأمول؟ المأمول المعمول ده بقى هو معمول ده عمله كيف؟ المعمول ده نوع من الأكل. الجزء الثاني انت قلت شنو الأغنية في تقول شنو في الأول؟ قابلني يا قادر. ها؟ قابلني يا قادر. يا قادر؟ لا لا ما يا قادر. يا هاجر ولا يا قادر؟ هجرك يا هاجر هجرك صح؟ يا قادر كيف؟ أنا ما سمعتها كده. سمعتها أيوه ده الكلام قاعدين نتكلم فيه طوال. اللي بدل في شمع في الاثنين كثير. على أي حال الاختيار شنو قلت يا اختيارك؟ أسمر. أسمر. نسمع ونرجع. للخلوق ترغب ضياهه
أستاذ درديري، أنا عندي لك سؤال بعدين ممكن يكون مدخل. أنت من الدلنج صح؟ أيوة. ومن النيمان صح؟ أيوة. وفي النيمان في يعني نجوم غنائيين، أنا بعرف واحد ما بقوله لك، لكن ده أعرف فهمك وثقافتك جوا القبيلة دي. أدينا أبعد ما تستطيع أن تقوليه حول هذه القبيلة من بعد فني، يعني منو الأسماء الكبيرة وشنو نماذج الغنائية؟ والله أنا الشيء اللي بعرفه وقريته في التاريخ، سمعت عن سلطان عجبنا. سلطان عجبنا ده قائد. أنا بتكلم عن فنانين، فنانين في قبيلة النيمان. في زول محدد أنا قصده، ما بقول لك لازم تكوني بتعرفيه، يعني مش لأنك أنت من النيمان، لأنه هو فنان يستحق الناس يعرفوه يعني. نيمان؟ ما بتعرف مصطفى. ودي واحدة من المشاكل برضو التي يدعو إليها البرنامج، يعني هو ليس ابتعاد عن قبيلة وليس دعوة للقبلية، لكن أزول يعني بكون قريب من ثقافات. يعني في فنان اسمه قصاص، سمعتي بيه؟ قصاص ده عمي أنا طوال. كمان عمك بيشتغل برابابة. أيوة. عنده أغنية مشهورة اسمها يما، سمعتي بيها؟ سمعت بها يما. يلا حافظة ولا بتعرف أي حاجة عنها؟ أبدا والله. فأنت لازم تحرصي على ثقافتك، بعد ما مسألة روطانة ولا لا، مسألة اهتمام. إن شاء الله. مش كده؟ إن شاء الله. وفي ناس مثقفين كثيرين في القبيلة، أنا برضو ما بدعو للقبيلة، لكن دي رموز يعني لابد من الانتباه لها. وأنتوا زي ما قبيل قلنا وقال البرنامج وقال خصوصنا أخونا بابكر، إنه برنامج ده ليس فقط للغناء، ولكن للتأمل في المسألة كلها، ومعروف إنه الفنانين ديل زمان بيقولوا الفن مرآة الشعوب. أو ما زال هو الفن مرآة الشعوب. وأنتم طليعة متقدمة جدا في هذا المجال، جامعيين ودرستوا وعارفين كل حاجة. إن شاء الله. نأمل أنهم تهتموا أكثر. إن شاء الله. سمعتي بكندك كربوز؟ ما سمعتيه؟ خالص. ده من أشهر مكوك المنطقة يعني، كندك كربوز. ولده رحمة الله عليه حسن كندك كربوز. حسن كندا. من الذين كان ضابط حكومات محلية ومن الذين تخرجوا من جامعة الخرطوم يعني. الخرطوم. وهو من أعلام المنطقة يعني، في بشير فلين، وبشير فلين برضه كان سياسي مرموق. نعم سياسي مرموق. أنا زرت معاه المنطقة وحضرت معاه سبر بتاع شريف، حضرت مصارعة. شفت الحاجات دي أنت؟ مصارعة. حضرت سبر هناك؟ ما مشيت خالص على الدلنج. الدلنج هو طبعا السندية دي ما قريبة من الدلنج يعني. ما مش بسمع انا بالسبر لكن ما الوالد والوالده من المنطقه ولا الوالد من جهه والمنطقه من جهه؟ يمه تنداويه ويابا من نوبه كلاره. من تنداويه والدتي وكلاره. طيب اسمك الحقيقي شنو بقى حق النوبه هناك؟ ما عندي اسم غير الاسم. كاكاو ولا كني؟ كاكاو ولا كني؟ كني. اختاري واحد. لغب خالص. ما عندي لغب. اختاري من الكافيين. شكرا جزيلا يا بنتي. شكرا جزيلا. يعني نحن بس حبينا نداعبك يعني. تسلم. ده السودان يا استاذ بابكر. نعم ده السودان. صحيح ده السودان. شكرا جزيلا استاذ محمد سليمان. شكرا هاجر. المتنافس القادم إبراهيم آدم. إبراهيم آدم مرحبا بك. عليكم السلام. أنت من أي منطقة؟ أنا من ولاية كسلة محلية خشم القربة. شنو؟ من ولاية كسلة محلية خشم القربة. خشم القربة. خشم القربة ذاتها؟ أيوة. طيب الدراسة؟ الدراسة الأساس طارق بن زياد، سيتيتا الثانوية. بعد ذاك انتقلت إلى رفعة، مدرسة الشيخ لطفي الثانوية. التحقت بكلية التربية رفعة ثم استغلتها كلية التربية رفعة. تربية رفعة.
وساكن وين؟ الآن. الآن ساكن حي يوسف. طيب إذا قالوا حاجة غير الأغنية اللي اخترتها كان ممكن تغني هنا؟ دار الفرح والريد تلقاني من أهلها، دار الفرح والريد تلقاني من أهلها، مين اللي ما بعريف طيبة شباب كسلا. تعرف يعني هو ده أنا بتكرره برضو واحد من المطبات. أيوة. نحن قاعدين نتكلم عن دايرين نسمع مقطع بدون أي موسيقى، فإذا بتبذل مجهود بأنك تقول مزيكا بخشمك كمان عشان ترهق نفسك زيادة، يعني كان ممكن نعمل الحاجة دي بالمزيكا صح؟ أيوة. ممكن تقول لنا مقطع تاني من غير الأغنية دي بدون مزيكا؟ بدون ممكن. أيوة ممكن. أي خلاص يلا تفضل. قلبي الحبيب ما خان لياليك، ما ناسي الماضي ما تقول ناسيك، لكن الأشواك والنار حواليك يا نور العين. إذا نسمع اختيارك. حغني غرام الروح الأستاذ الراحل زيدان إبراهيم. Thank you.
تزيد يا غرام الروح جنبك عمري كان أملا مفرهين يا غرام الروح زهور تملى دنيا بلا ما نتفوح تملى دنياي بلا ما نتفوح وبعدك يا ما بتألم حزين بنا غير أهل وقلبا هزيم مجروح وحيد مجروح هزيم مجروح
دروب ايامي زي شمعات لا بحبك بحبك اشيل الذكريات منك دوام غاليات لا بحبك بحبك إبراهيم. نعم. نرجع لك القبيل. كان ممكن تختار شنو غير الأغنية دي؟ تقول لنا مقطع بدون موسيقى. كنت ممكن اختار الشجن. ممكن نسمع مقطع واحد. لمتين لازمك في هواء مر الشجن لمتين 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 لازمك في هواك مر الشجن ويطول في أيامك سهر ويطول عزاء إبراهيم أيها القادم من الشرق ماذا حملت من الشرق إلينا؟ والله يا أحمل حاجات كثيرة الرسالة إن شاء الله أقدر أوصل رسالتي أنا عندك رسالة؟ أكيد شنو هي؟ طبعا أنا لم أقصد هذا المنحة لكن ماذا عندك رسالة نسمعها وإيش؟ كويس يعني عندك رسالة ما هي رسالتك يا ابني؟ والله ان شاء الله يا رب ربنا يقدرني واجيب الجديد ابدع بالجديد مثل ما فعلوا ابانا في السابق يعني خلاص انت خيارك زيدان ابراهيم ما عندنا خلاف لكن ما ممكن وانت طفل وعشتها ولعبت النجاره ودقيتها وسمعت الغنى ما يكون ده كله ترك فيك اثر اطلاقا عشان تقول لنا جزء منه والله يا اخي اكيد يعني هاي مادروب معروف ملك الالحان رقة وجمالا وابداعا ايوه ود البدري والثاني منه واحد ود البدري سيدي دوشكا دوشكا يعني ما دي اسماء مهمه يا اخي انتم بتعبروها ليه يا اخوانا دوشكا سيدي دوشكا مطرب قوي جدا بتعبرون كده ليه بالهين وتيول زيدان ابراهيم الله يرحمه ويحسن اليه زيدان كويس لكن سيدي دوشكا برضه كويس نعم زول كويس ود البدري برضه كويس بس اللغه انا ما حاولت اغني بالبيجا لانه بس اللغه لانه ما برطم انت طبعا في الاخر مخير ما الفن ده ما عنده أيوة. لون ولا طعم لا ولا بس انا بسمع يعني بسمع اذا في زوره انا بقدر افهم منه ما البيجا لكن البنعامر طيب زمان احنا كنا نغني اغاني غربيه انا شخصيا كنت اغني مرات توصل الاغنيه ما بعرف معناها لكن بغنيها يعني لجمال زمان في سينما من المال الوطنيه انا بكر الصديق ديل وعمك محمد سلام بيحفظوا الاغنيه الهنديه من اولها لاخرها
برضو ما فهمين معناها. احنا نقصد بصراحة كده وقلنا اكتر من برا يعني هذه الثقافات لا تحملها، ما انتو اقرب لها من اي زول ثاني يعني. ايوه. وحقه لو زيدان بيأثر فيك وهذا من حقك ومن حقه ايضا، لكن في بدايات في اصول يعني اللعب في الحلة ما اشوفها صغار هو مربوط بالثقافة المحلية دي يعني نوع الرقصة نوع الاغنية نوع دي حاجات بتكون في الزول اسس. الناس داخل كسلة او في مدينة خشم القربة يعني بيتعاملوا بالعربية كده يعني، حتى البيجا والبنعامر البرطنو ما بيستخدموا الرطانة كتير. كويس، لكن بيغنوا يعني، احنا نقصد الغنى والنجارة. ايوه يعني بيغنوا اغاني محدودة كده. ما محدودة يعني اغاني تعبر عن المساحة كلها، المساحة الثقافية في الشرق. ايوه يعني انت زي بتنجمك ديك برضو ما اعرف حاجة. لا انا يعني اقصد الشباب المعاي يعني لما يغنوا انت مامي. انت انت ما الان انت مشيت في سكه بتاعت المطربين وجيتنا هنا، احنا اللي بيجينا هنا ده هي نفسه عشان يبقى اضافه للمطربين في السودان يعني، ما مساله مزاج وشاشه. أيوة. لا زي ما قال له اخونا بابكر اكثر من مره، ما مساله غنى يعني، مساله ثقافه عامه اهتمام. عموما انتبه الامر ده بيهمك يعني. والله ان شاء الله يعني هذه الاناقه، هذه الاناقه مستورده، البدله والفنيله كله مستورد حق خويات يعني، ما حقنا ماشي. أيوه. لكن احنا بنحترمه ونحبه، كمان نحترم ده ونحبه، وهذا جزء مننا اصيل يعني. ان شاء الله تكون جاي من اقصى الدنيا عشت فيها لازم تاثر فيك. شكرا جزيلا دكتور. شكرا ابراهيم. شكرا شكرا. المتنافسه القادمه زكيه موسى. نواصل سهرتنا ونرحب بزكية موسى. كده نعرفك أول حاجة من وين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. زكية موسى من ولاية شمال كردفان مدينة الأبيض. الدراسة أساس بمدرسة أمير، وثانوي هي مدرسة النهضة السودانية. النهضة السودانية؟ في نهضة تانية غير سودانية؟ ما كانت مصرية و بقى سودانية. بقى سودانية. أنا عارف لأنه تبقى سودانية في السودان بتبقى حاجة شكلها عجيب. طيب غير الأغنية اللي اخترتها غناها الليلة، كان ممكن تختار شنو؟ مقتول هواك يا كردفان أستاذ عبد القادر سالم. نسمع مقطع بدون موسيقى. بتمنى يوم زول الجبال يطلع معايا ودربا عديل، رحلة عمر مشوار طويل، نمشيه في رملة الدروب في كردفان. مقتول هواك أنا من زمان، مقتول هواك يا كردفان، مقتول هواك أنا من زمان. طيب اخترت شنو انت؟ القلب المأسور. كلمات منو؟ محجوب عثمان. كلمات محجوب عثمان. كلمات علي التنقاري. علي التنقاري. وغناء منه؟ غناء محيوب عثمان. لاحظت حاجة؟ رحمة الله عليه. الله يرحمه الاثنين. لاحظت حاجة؟ مع كده يعني الكتوف اتلاحظت. علي التنقاري ما في أي ألقاب. زملاء مدرستك يعني. سقطت الألقاب كلها. على أي حال كده نسمع بعدين. Thank you.
زكية كده قلت من كردفان. أيوة. فرقة فنون كردفان. فرقة فنون. بتعرف الناس اللي أسسوا الفرقة دي؟ تذكروا منهم الناس؟ الأستاذ مبلينة سنوسي وعبد القادر سالم، أستاذ عبد القادر سالم وعبد الرحمن عبد الله الأستاذ. ده أنا بعرفهم. بس. ما بتعرف جمعة جابر الله يرحمه؟ محمد حمداني. أستاذ محمداني حاليا قاعد في الفرقة. ده عمود فقري في المسألة. ما هو قال لي الناس المؤسسين. وقال لك عموما. وأنا لقيت وسع يعني. فرقة فنون كردفان عموما بالتاريخ. يعني زول معناه موجود الآن يسقط من التاريخ لا. شكرا للأستاذ بابكر، أن تنسي الأستاذ جمعة جابر فده ما صح. جمعة جابر على وجه التحديد يعني. لأنه هو كان الراعي للفرقة من جانب الموسيقى، ومحمداني برضه. كانوا يعني الاثنين كانوا يرعيان الفرقة يعني. وما ننسى فوق دا وذاك الأستاذ أبو عاقلة يوسف رحمة الله عليه، اللي هو كان ورث تأسيس فرقة فنون كردفان. أنا أستاذ عبد أستاذ محمداني مسني بصيغة. احنا نتكلم عن ال 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 أستاذ صديق عباس مش ديل الذين جاءوا انضموا للفرقة الفرقه فيهم كنت عبد الرحمن ما كان فيها. اللهم فيها عبد الرحمن ما فيها. فيها عبد القادر صحيح وصديق عباس وبلين السنوسي وفاطمه عيسى وغيرهم يعني من الناس اللي كان لهم باع في المساله دي. شخص لا يمكن ان ينسى زي ما قلت لك ثلاث تنفار: جمعه جابر، ابو عقل يوسف، عبد الله الشريف اللي هو ده كان مشرف اشراف مباشر على الفرقه. و تكريما لتلك الفرقة يعني حبذا لو غنيتنا شوية من ارحموني يا ناس وحنوا علي. حبذا سمي حد الليلة الثانية بتاعت الحياة حلوة. حبذا بديهي ما حبذا بتاكد ما بتعم ارحموني يا ناس ما حبذا سوي لنا طيب حاجة في العجكو، سوي لنا حاجة عجكو عندي استاذ خاص عجكو الليله ما هو عجكو تجيب الأبيض نفسها في الأبيض وفي الأبيض حي امير ومولود ومتربى وقاعد متربى في حي امير آه. طيب حي امير ما فيه الـ 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 الناس اللي بيغنوا العجكو بيغنوا قبائل مختلفه يعني في حي امير ده. في ناس بيغنوا العجكو والحسيس والناي دي كل الاشياء بيغنوها يعني. حافظ اللوري حل الأبيض طيب غير سالم غير سالم لكن ما حصلت هو بالمناسبة المفيد في الأمر زي ما قلنا هو ده وده يعني ثقافة يعني يعني نحوم كده حول الثقافة السودانية والمؤثرين فيها والمؤسسين فيها ده ما نحن كلنا في إطار عمل ثقافي والبرنامج ده لها احنا ما دخلنا في أضابير اللي بنعرفها احنا زي ما يقول أخونا محمد سليمان أو كما يقول باقر صديق في الكلام الصعب احنا قاعدين نتكلم ثقافة ولازم تكون عندك إلمام بالثقافة اللي حولك أكيد يعني زول ما يقبل مسطحة كده. شكرا جزيلا دكتور، شكرا استاذ محمد سليمان. الكلام ده ما ليك براك، عبرك للاخرين الجايين كل واحد يجي عضانه معانا عشان يكونوا عارفين. يا اخي انت لما تجي من منطقه لازم تحمل ثقافه المنطقه وتكون عارف انت وين عشان على الاقل ما دايرين زي ما قلنا غنائين، نحن دايرين فنانين. شكرا جزيلا. آخر المتنافسين في هذه الأمسية عبد الكريم عوض. عوض الكريم. عبد الكريم عوض مرحبا بك. السلام ورحمة الله أساس. أنت من وين؟ من أي منطقة؟ أنا من أرض المحس الولاية الشمالية، أرض المحس من مدينة كجبر. أوه. كجبر. مسكاجنة. ويا فينا. بطرطون؟ والله انا للاسف الشديد ما برطن، ولدت هنا. طيب وهي فينا دي ما قلت حسه يعني دي اشياء كده بس مقتطفات الواحد بيعرف حاجات بسيطه كده. والله انت امنت شراهلك؟ والله شي شلتك. والله يا اخي ان شاء الله يا اخي. وين ما بتعرف الرطانه يعني ما عرفت الرطانه بفهم بفهم جزء ما بطال يعني. يعني كان داري يتناوروا عليك ما بقدر بخاطب بس يعني. لكن بتفهم اي كلام بتقال؟ لا بفهم الحمد لله كلام. مركت من اللي هنا مش كده استاذ محمد سليمان؟ ده نوع خطير بالمثل بيفهم وهو بيتكلم، ده نوع خطير جدا. طيب اخترت شنو؟ اخترت قماري
للأستاذ الراحل المقيم أستاذ سيد خليفة سفير الأغنية السودانية، كلمات الأستاذ عبد المنعم عبد الحي وألحان الأستاذ سيد خليفة. طيب غير الأغنية دي كان ممكن تختار شنو مقطع من أغنية بدون موسيقى؟ والله كنت هختار مشتاقين للأستاذ الكبير أستاذ عثمان مصطفى، كلمات الأستاذ إسماعيل حسن وألحان الأستاذ الراحل المقيم أستاذ محمد وردي. طيب قبل كده الدراسة شنو؟ الدراسة المرحلة الابتدائية مدرسة الكلاكل للقبة غرب، المرحلة الثانوية البيجة الثانوية، واستعد الآن إن شاء الله لدراسة اللغات. البيجة الثانوية؟ نعم. دي وين دي البيجة الثانوية؟ على الجبل اسم البيجة؟ الأولي أي اسم البيجة الثانوية، تريحة البيجة الثانوية. تريحة البيجة؟ تريحة البيجة الثانوية. أها. لما تسمع البيجة دي بتكرم الشرق الأوسط. ولا سكانة من البيجة؟ لا لا بس يطلعوا على والله ما أعرف السبب شنو لكن اسم البيجة. والجامعة شنو قلت؟ استعد لدراسة اللغات إن شاء الله. يا اللغات كل اللغات يعني ولا؟ والله الفرنسية والإنجليزية إن شاء الله. ده استعداد ولا بديت يعني؟ استعداد إن شاء الله. مستعد يعني؟ نعم. وحسا مستعد تقول لنا مقطع؟ إن شاء الله. بدون موسيقى؟ جدا. تفضل. الخدود الشارب من لون الشفاق عند المغارب، الخدود الشارب من لون الشفاق عند المغارب، دي الخدودك سيدي سيد الناس يا سيد الحبايب، العيون طرت نزال من أهل غايب، والشعر في كتافه يتهادل سبايب، والله مشتاقين والله مشتاقين. يعني اثناء البروف الناس كلهم لاحظوا انك انت بتغمض لما تغني صح؟ نعم. ما قدرت تشوف اللي قدامك؟ والله يا استاذ انا من صغير يعني لما ابدا اغني بخش في عالم ثاني. طيب حسن ما تغمض لانه كان دايرين نوقفك نلحق نوقفك ان شاء الله. صلاة مستجابة.
انت زين انت زين يا وحشة يا جمالي يا جمال من جش جنة وكيف تخلي الحب دوام فوق المظلة وكيف نحلى على مهل ابننا عوض الكريم يا جمالي يا ابني عش قشة قشة وانت هتدرس لغات مش كده؟ ان شاء الله الفرنساويين بيقولوا بيتيتا بيتي انوازو في صني معناته انه الطير ها شوية شوية قشة قشة بيبني العش بتاعه دي تذكرها بعدين لما تيجي تدرس تذكر المثل الفرنسي ده بيتيتا بيتي انوازو في صني بيتيتا بيتي كده قولها ان شاء الله قولها ابني عشك قوله مرن قال لك ده ابن عشك قوله
بيتيتا بيتي ان وازو في سوني بيتيتا بيتي ان وازو سو فيني ما بيتي ما بيتي بيتي بيتيتا بيتي بيتيتا بيتي بيتي في حرف النص عامل كده بيتيتا بيتي الله بيدي فعل كده بيتيتا بيتي ان وازو في سوني ان شاء الله. انت في حاجه الغريبه الاستاذ بابيك لفتك لفت نظرك اليها، يعني من اشياء الهامه جدا جدا للزول اللي بيغني المساله بتاعت الاي كونتاكت. دي حاجه اساسيه، يعني ما ممكن تكون بتغني لي وانا بستمع لك وانت متغمد، ما حتعرف شعوري شنو، ما حتعرف تفاعلي معك شنو اللي هو انت ممكن تستقي منه، ها، تحسين الاداء عندك او مراجعه الاداء عندك لما انت تكون عينك في عين الزول المستمع، ها، ده مهم مهم جدا جدا. فالاي كونتاكت بالنسبه للفنان عشان يتفاعل مع الناس والناس يتفاعلوا معه، يعني دي حاجه اساسيه قلتها في بالك، ما ما ما, ما تغني وانت مغمد. بعدين زي ما لاحظ الاستاذ بابكر وقال لي الكلام ده، انك انت لما تغمد الميكروفون قصادك كده بتلقى نفسك عملت كده من غير، لانك انت ما شايف الميكروفون وين، قشه قشه وترجع تاني وابني، ما معقول ما لن تكون مفتح ما لم يجيب قشه قشه ظاهر كده ظاهر كده. ف يا عوض الكريم عوض الكريم خد بالك من المساله دي، يعني لما تيجي تغني الاي كونتاكت مهمه مهمة جدا جدا. ما عندي كلام ثاني كثير، اترك الموضوع عند الاستاذ. ما عندي غير شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. الله يخليك. إذا فاضل نعرف منو من الناس اللي استمعنا اليوم الليلة في هذه الأمسية انهم حيصعدوا لمرحله التنافس في الدفعه 18. قبل ما نشوفهم حنذكر مره ثانيه انه في تصويت داخل الاستديو من اللجنه والكورال والفرقه الموسيقيه وكنترول البرنامج. حيوا معي الاخوه الاساتذه مره ثانيه، الفرقه الموسيقيه والفريق العامل معنا في هذا البرنامج. حتى نلتقي في حلقة جديدة الأسبوع الجاي إن شاء الله. السلام عليكم.